مساء الخير مشاهدينا، سهرة التاسع من رمضان احنا وياكم، سهرة عمر بليلة جديدة وسهرة جديدة عم نترافق نحن وياكم على أمل أنه يكون رمضان كريم وشهر خير يكون على الجميع، ويكون كمان صيام مقبول، ويكون بالأفعال قبل أي شيء تاني، لأنه الواحد لما بيكون إنسان أفضل بيسعى لهذا الموضوع، بيكون دائماً عم يتقدم بالحياة وعم يترك بصمة أهم وأفضل من أي شيء تاني. نحن وياكم بسهراتنا صرتوا تعرفوا أنه كل ليلة نجم بمجاله بينضم لنا لحتى نبرم نحن وياه بعقارب الساعة، نبرم نحن وياه أيضاً بأسرار وأخبار يمكن مش دايماً منحكيها ومنعرفها عنه. ضيفة الليلة متميزة دائماً، مش لأنها سيدة بالأعلام وقدرت تثبت حالها على كافة الإطارات، وخاصة لما حاورت بلبنان خارج لبنان وحتى على الصعيد العالمي. متمكنة أكيد، مثقفة ونص، وهي كمان يلي قدرت تحاور سياسيين فنانين، قدرت كمان أنها تثبت أنها أكثر من هيك، قدرت تكون متابعة أي حدث عم بيصير حتى اجتماعيا ناشطة، والأهم من هيك أنها إنسانة فاعلة بمجتمعها وقادرة تعمل تغيير. رح نحكي عنها ومعها، رح نحكي بتفاصيل كثيرة. ضيفتي إذا بدنا نقولها صحفية، هي بالصحافة أثبتت أنها سيدة الكلمة، إذا بدنا نقول إعلامية هي أكبر من هيك بكثير، لأنه الإعلام بيلبق لها، وحتى التدريب لما تكون عم بتقود غير ناس لحتى يقدروا يوقفوا قدام الكاميرا وعلى الستيجز لحتى يحكوا، هي كمان قادرة ترفع راسها وتدل الكل كيف لازم يتصرفوا. الليلة رح نحكي نحن وياها بأخبار يمكن هي نسيتهم، رح نحكي بأخبار كمان لأول مرة منفصح عنهم، ورح نحكي نحن وياها بجديد وبكتير أمور تانية. ضيفتي بالسهرة التاسعة الليلة من سهرة عمر مشاهدينا، نحن وياكم رح نقضي وقت أكثر من ممتع، بعدكم مع نجمة هالحلقة الإعلامية بولا يعقوبيان. Thank you, Sadie. ولا مساء الخير، اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. اهلا وسهلا، تفضلي. انت عم تحكي وانا عم بعمل زيد بسهرة عمر. زيد اكيد بيلبق لك، مين بزيد؟ كلك زوج. شو اخباري؟ الحمد لله عايشين بهدوء، يعني بالمرحلة اللي عم بمر فيها لبنان هيك، يعني مزبوط في قصص عم بتصير على الصعيد السياسي، في تطورات بكافة الأصعدة حتى اجتماعيا، ولكن في هذا الهدوء الحلو. هلأ عيد كمان من وقت ما خلقنا ورمضان. لبنان ما بيهدى، لا بيخلوه يرتاح، بس بنفس الوقت بتلاقي انه الناس مستمرين مكملين ريزيلينت، بتضلوا يتخطوا كل الصعاب ليوعوا على يوم أفضل، بضل الأمل موجود، وبعتقد هذا سر اللبنانية، هذا اللي مخلينا بأي معادلة معينة واحد بيجي بيقرأ الأرقام بيقول لا هذا البلد حالته بالويل، بنضل نكابر ونكمل. بضل في استمرارية، يعني لو بالرغم من أي شيء تاني. قدي بولا أنت على صعيد الشخصي كمان بتحاولي بظل كل الأوضاع بضغط شغلك، بعرف كمان قدي أنت إنسانة هيك مثمرة بعملك بنشاطك، دايما عندك أفكار، دايما عندك أمور تعملية، وحتى اللي ما بيعرف تفاصيل لأنه أنت كتير متحفظة عن التفاصيل، وهلأ رح نحكي بسياق الحلقة، ولكن منشوف على السوشيال ميديا أنه you're super active. قد ايه انت بتحافظي على هالهدوء الداخلي لتقدر تعكسي شغل مثمر على الخارج؟ انا بعمل كذا شغله مع بعض، وشوي فوضويه، يعني مني كثير منظمه، يمكن اذا بتنظم بعطي افشنسي اكبر، بس بحب اعجق حالي، بحب انه اوعى نهاري معبى، بتذمر قد ما عندي اشياء اعملها، بس بنفس الوقت ما فيي اتخيل انه انا ما عندي شيء قاعده بالبيت او عندي نهار فاضي او دغري بعبيه بشيء، وبحب كون عم بعمل شيء له طعمه، شيء له لزوم، شيء هادف، شيء هادف يا لعائلتي يا للناس حوالي. يعني ما بفهم النجوميه، شادي واحد يعني هيك يتراخى ويقول انا صرت وجه معروف، وبشوف انه في مسؤوليه اكبر بتجي مع هالشهره، قد ما كانت شهرة صغيرة فيك تعمل منها أشياء كتير حلوة وكتير كبيرة، بينفتح لك بواب، عندك مجالات أنك تساعد كتير ناس، حرام الواحد ما يعصرها على الآخر ويستفيد منها. يعني ما فيهم يقعدوا، أوقات بتطلع البعض للأسف بيقعدوا مع مجلاتهم والكوفرز، بيقعدوا مع جروب أصحاب صغار بيعزلوا نفسهم. أنا بشوف النجومية هي نعمة، وهيدي النعمة لازم واحد يحط تاكس على حاله أنه ضريبة يرجع يعطي المجتمع، يعطي هالناس اللي بتحبه، يجرب يكون شخص أفضل،
لأنه بالآخر هو رول موديل بيطلعوا فيه، حبوه أو ما حبوه، سبوه أو فهموه، بكل الأحوال بيطلعوا فيه كشخص بينحكى عنه. فلازم قد ما فيك تجرب أنه سيرتك تكون جيدة، وبعدين ما كانت جيدة ما تفرق معك، بضل في ناس ما بيعجبها شو ما بتعمل. أكيد. بس مهم واحد ضل مستمر وضل عم يعمل شيء حس حاله هو نافع. صحيح. هو الاستمرارية على كل حال، أنت دفعت ثمنها تعب وشغل وانتقال، وصلت لثبوت معين وانطبع اسمك كمان بالإعلام بطريقة كتير حلوة، يعني صرت آيكون بولا بالإعلام اللبناني. اليوم لما نحكي نقول بولا يعقوبيان أوتوماتيكلي منقول تلفزيون المستقبل. ومؤخرا صار لي 10 سنين الآن. صحيح. وكثر الكلام، يعني الإعلامي أو المقدم أو أي إنسان بيطلع دائما على شاشة بينطبع بهيدا الشاشة، بتصير هوية بالنسبة له. كثير نحكى مؤخرا عن انتقال بولا يعقوبيان من هالشاشة اللي لها أكثر من 10 سنين عليها لخوض تجربة شاشة أخرى. وشاشة ليك أخرى. أول شيء بدي أقول إنه أنا كتير بفتخر بشاشة المستقبل وبإطلالتي من هالشاشة. هيدا المحطة اللي بتقرا جينيريك بالآخر بتشوف من كل المناطق، من كل المذاهب، من كل هالكلمة اللي بكرهها مكونات، كلهم بتلاقيهم موجودين بالجينيريك. ما بحب مكونات لأن إحنا شعب واحد، منا كلهم مكونات يعني. بتشوف إنه بس بتشوف إنه الكل موجود. نعم. بياخدوا الشخص اللي كفاءة معينة يعمل كأنه يعني هو بعائلته ببيته. تلفزيون مستقبل مطرح كتير حلو، ما كنت قبل ما ادخل عليه ما كنت عارفة انه هالقد لحس بانتماء لها المحطة. بحب الفريق اللي بيشتغل بالمستقبل فردا فردا. في بعض الاشخاص ما تعذب وين ما كان في هيك وهيك، بس الاكترية هن ناس رائعين بحبهم كتير. رمزي جبيلي اكتر من رائع، حسين الوجه صرنا يمكن شي 20 سنه بنعرف بعض، يعني كل طاقم العمل بولا، فريق العمل معي كمان، يعني ما بدي اسمي وانسى حدا بس كلهم بحبهم قد الدنيا. يوسف بيرنا وناتالي وجميع اللي بيشتغلوا معي. صحيح بولا، يعني لكن الموضوع جدي بانتقالك من محطه الى محطه ليك لحد هلا بعدني عم بدرس العروض. ما بحب كرر حالي كثير، صرت قلتها كثير، بس حاليا انا عم بدرس خياراتي. حاسه انه لازم اقوم بخطوه جديده، صار لازم غير. أنا قبل كنت كتير نقل، يعني صار لي 23 سنة إعلام، ب 13 سنة عملت لي شي 10 تلفزيونات، وصار لي 10 سنين بتلفزيون المستقبل. شغلة منيحة واحد يستمر ويكمل، بس بحس إنه لازم فكر بنقلة، وبنفس الوقت أنا حذرة. يعني إذا ما كان شي فعلا منيح وبتنسيق وموافقة من إدارة المستقبل، لأنه كتير مهم على كتير مهم لإلي إنه يكون كل شي متفقين عليه. أنا بعدني لحد هلأ بقول لك أنا بالمستقبل، بقول لك إنه أنا بعدني بموقعي وبمطرحي بهالشاشة، هالقد عطيتني وهالقد عززتني رغم كل الأوضاع. نعم. فقرار بعد مني ضايعة بس مش أخذ قرار. بس ما في تفاوض على نار حامية مع تلفزيون الجديد مثلا؟ في لأنه انحكى وكثير مطروح الموضوع. صحيح، في تفاوض وبعدنا وعلى نار حامية، بس أنا ناري مش حامية. أنا أخذي عادة باخذ قرارات وبتسرع. هالمرة كتير متمهلة، كتير متوجسة من كل شيء عم بيصير، وعم بدرس خياراتي لأنه خلص صرت لمطرح ما فيي بقى أعمل ريسك مثل قبل، ما في ستيب باك، صرت لعمر بدي أعرف وين رايحة. أكيد بولا، اليوم لما وقال تختاري بقى ببيتي المستقبل. اليوم لما تعملي هيك خيار، شو اللي بيغريكي بالعرض؟ يعني اليوم الكونسبت اللي انت بتكوني شاغلة عليه، طريقة العمل، البودجت اللي ممكن يأثر على نوعية الشغل بدها تطلع على الشاشة، شو المغريات اللي انت طالبتيها وتتأثري فيها؟ هيدي الطريقة حط شخص وحكي معه توكينج هيد، بعتقد ما عاد تمشي وخلص. وحتى انا صرت اوقات بقدم برنامجي وصب الملل، يعني بصير شو وضعه المشاهد هلا اذا انا، عرفت كيف؟ اذا انا هالقد انا زهقانه. ايه عم بحكيك صراحه شادي، وحلو الواحد يحكي بصراحه طبعاً مع المشاهدين. توك شو صار ممل، صار طويل، صار فاكيد اللي بده ينعمل هو شيء مختلف، بده يفوت عليه انترتينمنت، بده يصير يشبه التلفزيون اكثر واكثر. واحد بده يسمع تصريح سياسي بيسمع بدقيقه ونص بدقيقه، بس هالمطولات التحليليه بعتقد ما عادت كثير ظابطه ونافعه. ف بدي اروح لشيء مختلف، بدي الناس تقدر تتابعه، بنفس الوقت التحدي عندي انه يضل المستوى عالي. وما انه سهل ابدا، لان للاسف في ارسم لك جراف، كل ما بينزل المستوى
تعلى نسبة المشاهدة. للأسف عم نشوف هذا صار معيار إعلامي اليوم للأسف. للأسف مثل ما عم بتقولي إنه بنطلع بنعمل فضايح ومدري شو، ورجل عضى كلب واغتصب 53 وحدة، وإنه وبعدين وبالآخر او اسئله ما بعرف كيف، او هيدا ما في يفوت فيه. قادرين نرجع نقلب المعادله بالاعلام بولا اليوم؟ يعني قد ايه تحدي مع السوشيال ميديا مع هالنيو ميديا يلي عم نوصل لها كمان، يعني العالم صارت هي عم تتحكم، صار كل واحد مراسل وسيلة. من موقع او من كنبيته بالبيت هو مراسل. بشوف اصلا بعض الصفحات بشوف مثلا عديله وموتوره، هن ميديا صاروا بحد ذاتها، في كثير بينطروا تعليقهم. ساركازم كثير ان اليوم، التهكم والاخذ الامور بطريقه اذا بدك بتضحك، بعدم جديه، بهضامه واوقات مؤثره اكثر من 100 توك شو جدي. انا اصلا بحب ستاند اب كوميدي، بحب ستاند اب كوميديانز، يعني بلاقيهم اذكياء كثير، سريعي البديهه، شاطرين. ف اي عم بتروح الامور اكثر على على ترند من هالنوع، هيدا جيد. انا كثير بحب البرامج اللي هي ترفيه بنفس الوقت فيها هالزكة هاللمعة هاللقطة، ولما تتعاطى السياسة بحب كيف بيتعاطوا السياسة، كيف بيقاربوها، لأنه اللي بيقدموها بيكونوا أشخاص كتير أذكياء. اليوم إذا شخص مش ذكي ما فيكون مهضوم، فهني أشخاص مهضومين كتير لأن في ذكاء، وزيادة عم بيكون في إعداد جيد، عم بيكون في ثقافة، عم بيكون في متابعة، فعم شوف اليوم البرنامج اللي بده يحقق هيدا النقلة النوعية بده يكون وتي سريع، في شوي سياسة، في شوي تهكم، في شوي هاشتاجات، في شوي يعني في من كل هيدا. شو الكونسبت اللي هيك؟ في من كل هيدا، بس بعد هلا عم بحكي أنا وياك، بعد ما في شيء نهائي، بعدنا عم نحكي، بعدنا عم نشوف، بعدنا عم نركب هالمكونات. اكزاكتلي هالمكونات، مكونات قلنا بلاها شطبناها، ما هيك نتركها للشيف. نتركها للشيف شيف أنطوان. شيف أنطوان ضيفنا قريبا كمان بالبرنامج. بولا يعني كمان اسمك انطرح لتولي حقيبه وزاريه. نعم. اول شيء يعني نحن لوكينج فورورد، ليش ما تم هذا الموضوع وليه ما وصلنا لهالخواتيم السعيده؟ انحط علي فيتوات من المكونات، وما أدراك ما المكونات. هيدا اللي عرفته، وأنا بشكر الشخص اللي اعتقد أني بقدر أحمل هيك مسؤولية، اللي هو رئيس سعد الحريري. هيدا شرف عظيم ما بنساه بحياتي، وأنا بحب أقول له أنه المواطن سعد الحريري لازم يكون له بصمة كتير كبيرة بهالبلد اللي كله شرزم الطوائف ومذاهب. حلفائك وأخصامك بدهم يقولوا لك أنت عندك هيدا الشارع، لا ما بينبنى بلد هيك، ما جربنا، صار لنا سنين وسنين بالانقسام عايشين، وهيدي هي النتيجة. فأنا بضل خايفة إنه لما بتفرز الجميع حيقولوا له أنت هون شارعك هون مطرحك، بضل خايفة إنه يقعد بهيدي العلبة. برجع بشوف إنه لا، عم بحاول يقول نحن تيار لبناني معتدل لجميع اللبنانيين، نحن مواطنين، وهيدا أجمل شيء برئيس سعد الحريري. هيدا اللي بيخليه بالنسبة لإلي زعيم لبناني نظيف ونقي وبيشبه بيو، اللي بعدنا لليوم عايشين على انجازاته، ولا انجاز من وقت ما راح اليوم، ولا انجاز الا مصايب. بعرفك سكتني بالسياسه. لا مش ابدا. جرب جرب ابدا، فخ اللايف وما ادراك ما فخ اللايف. ابدا. بس بدي اقول لك انه يلي عم تحكيه عن الرئيس الحريري كمان يطبق على كافه الافرقاء السياسيين اليوم. يعني اليوم سيريسلي خليني اقول لك لا والبلد بألف خير. لا لا البلد ما انه بألف خير، ولكن اليوم في اتجاه يعني من كافه الافرقاء بمكان ما لحتى اتجاه لشد العصب، لانه شد العصب المذهبي هو الاكثر شعبويه. على السريع اوتوستراد سريع بيوصلك إلى غرائز الناس، إلى صناديق الاقتراع، يا غيرة الدين، هيدا اللي عم نعيشه بالبلد. مين عم بيجي يقول لك مواطنة؟ كتير قليل. في تيارات عم تطلع وبحييها وبشد عقيدهم، بس الأكترية صاروا بيقعدوا معك في شيء اسمه unconscious bias، بلا وعيه. هو يمكن مش طائفة، مش مذهبي، هو بيشوفك إنسان، بس بيعرف أنت منين، أنت من أي مذهب. زرعوا فينا شيء فتاك، ما بعرف قد ايه كم سنه ضوئيه بدنا لنطلع من هال فير مونجرينج، تغذيه الخوف. كل نهار بده ياكلك فلان، اكلونا الاسلام، شيعه بده يضربوا السنه، السنه مدري شو بده يعمل، اي دول مظلومين. كل 10 سنين عنا طايفه مظلومه وقاعده بالارض، حدا يقوم بهالبلد؟ هيدي لعبه جهنميه. بس اوعى تفكر بلا اداره، باداره كتير ذكيه ما بيبقوا غير هيك.
ما في وسيله ثانيه ليبقوا. هو قانون يعقوبيان يلي عم نحكي حبيت قانون يعقوبيان دغري شتنا على على داخل الموضوع. يعني من المنطلق يلي عم تحكي منه قد ايه البنود يلي يكون منها هالقانون، يعني عم ينحكى بقوانين انتخابيه كثيره، قد ايه هالقانون ملخص وفي كثير بتعرف ليه عملت هذا القانون بما يشبه يلي انت عم تحكي؟ بتعرف ليه عملت هذا القانون؟ لانه لما انطرح الارثوذكسي وحملوا المباخر وبلشوا يبخروا الارثوذكسي انا حسيت بالاهانه. انا بدي راي المسلم فيي وبدي اعطي رايي بالنائب المسلم، بدي اقول له انا بدي انتخبك. لما انت بدك تعمل خطاب سياسي بده يكون هامك انا شو بفكر. ما فينا نعمل مزارع بهالشكل، عيب. انا كثير استفزني الارثوذكسي فقررت صرت اطلع مين عم بيرد مثل الخلق. هيك قررت فشت خلق، كتبت قانون بقول منخلي 64 مسلم منخلي 64 مسيحي. انا مني حدا جاي من كوكب تاني بعرف الواقع، بس منخلي المسلم ينتخب المسيحي والمسيحي ينتخب المسلم. انت مسلم على الهويه بتصوت لبنان دايره وحده ل 64 مسيحي مثل ما هي التقسيمات موجوده. عم تتخيل شادي الخطاب السياسي كيف بيصير؟ عم تتخيل الحب والود اللي بينغرموا اللبنانيه ببعض؟ هن زيتهم هول موجودين بغيروا حكيهم وطريقتهم واسلوبهم. بتعزز الكفاءة، بتعزز المواطنة، بتعمل لحمة بين اللبنانيين بدل ما تفرق مجموعة طوايف ما بيجمعهم شيء وهن عايشين نفس الحالة. لا كهرباء، لا بنية تحتية، مي ملوثة، بحرنا لوثناه، هوانا ملوث، موتور ودولة وباخرة، يا عيب الشوم، شو هالكركبة؟ وبنرجع بدنا نرجع نصوت لنفس الناس وبدنا نتوقع نتيجة مختلفة. بس اللي كيف هيدي المشكلة الأساسية. رح نحكي بولا إذا في إمكانية وفي مخطط ترشحي على الانتخابات النيابية. ما بدي بجيب لجنة انتخابات البناية، يمكن تعرف لجنة انتخابات البناية مين بده، يعني عم بقول لك اليوم في شد عصب كتير قوي. مين بده يصوت لي؟ مين بده يجي يقول لي إيه أنت اللي عم تحكي؟ نحن شوية مجموعة نصرخ أصوات صارخة في البرية، بس انتبه اوقات عم يخجلوا البعض وعم بيصيروا عرفت كيف يمرقوا علمني من هون دولة مدنية نحن، بيرجعوا شعارات مغطاة بعباءة. ايه بيكون مثلا حزب مذهبي للعظم طلع بيقول لك انا مع العلمنة او ما بعرف شو، يعني في شيء خبصة مش عادية. مشان هيك اللبناني عليه مسؤولية كتير كبيرة، انه لما انا بدي احضر تلفزيون وبدي نقل بدي افكر انه عقلي لازم يفرز صح، يفرز مزبوط صح من الغلط. مش مين ما هوبرلي انه انت مطرح ما خلقت احسن شيء يا حبيبي ونحن منجيب حقوق الطائفه ونحن بنعمل بنصدق وبنمشي شفناهم. بولا انت بتقولي انه الاثاره بالسياسه بتستقطب اكبر عدد مشاهده، رح نعلق على هذا الموضوع نحكي بتفاصيل اضافيه. الاثاره بكل شيء بكل شيء، رح نحكي عن هذا الموضوع، رح نحكي كثير امور في فقرات عديده رح نتنقل فيها بالبرنامج. بدي اذكر كمان المشاهدين اللي عم يتشاركوا معنا هيدي الحلقه انه عندهم حصه صغيره، في سؤال هيك بنطرحه عن ضيف كل حلقه بنتشاركه مع المشاهدين، سؤال عن بولا يعقوبيان باي عمر بدات العمل، ورح نساعدكم رح نفصح عن هذا الموضوع هي الحلقه. عم تشوفوا الاحتمالات قدامكم على الهواء، هن ثلاث احتمالات. اكيد تبعتوا اس ام اس عين واس او على 10 13، كل ما بعتوا اس ام اسات اكثر كل ما فرصكم بالمشاركه انه ريجي يتصل فيكم زادت. وبختام الحلقه ليره ذهب بالنصيب شخص رح نحكي بكل انا العب اكيد كل ضيف بيسالنا هذا السؤال اكيد انا ما اعرف الجو. اوكي وعلى كل حال عم نساعدهم عم نعطي هنت بخلال الحلقه لنسهل لهم الامور كمان بما انه الشهر الفضيل وبدنا الكل انه يربح. مشاهدينا خليكم معنا مع نجمه السهره التاسعه من سهره عمر الاعلاميه بولا يعقوبيان، راجعين خليكم. مشاهدينا متابع سهرتنا نحن وياكم مع نجمة هذه الحلقة بولا يعقوبيان، مرتاحة؟ انه صار فينا نقول بقى لا بس هلا كثير حلوة هيدي بس مش مرتاحة على الكنبة؟ شوي
شوي واطي شوي واطي يلا شوي ومننقل ومنشوف بيغمزوا لنا مننقل ما تعت عليها. بولا الإثارة بالسياسة قادرة أنها تهدف لتستقطب أكثر اليوم بكل المجالات، قدي اليوم المشاهدة ترتكز على هذا الموضوع وهذا تكتيك ذكي يتبع. الإثارة بكل شيء، أم كلثوم لو إجت اليوم مع كل عظمتها كانوا قالوا لها إنه يمكن ما تنفعيش يا هانم، ما بعرف، شوف شو عم بيطلع، شوف مين عم بيغني، شوف الانحطاط ما بيجي على صعيد واحد، بيجي تقريبا على كل شيء. فنحن عايشين هلأ زمن كتير صعب، إن شاء الله يكون في منه طلعة، إن شاء الله الجيل الجاي اللي هالقد هوكت أب على السمارت فونز وقاعدين تليفونات قبل كل شيء، كل شيء لهيون عن أي شيء في سبستنس في مادة، هيدا كمان شيء بخوف. يعني بتطلع بابني وأصحابه جيل ديسكونكتد، في شيء منيح إنه ديسكونكتد عن واقعنا، عن الواقع، بس كتير كونكتد لواقعهم وحياتهم ومع بعض، هاي هي كل الوقت. لا أنا ربيت فترة بقعد مع أمي، بقعد مع بيي، بقعد مع أختي، بلعب بالحجار، بلعب بالطريق، بلعب يكسروا، هول الألعاب ما بزن قردوا، مغايطة، شايف مغايطة؟ رح أنت لحقت المغايطة أو لا؟ بلا، رح نتذكرها ولعانة بالزمانات بعد شوي. بولا قدي عندك إيمان بالدولة يلي بتمشي بتسلك طريق المجتمع المدني، يلي كل هالحراك المدني اليوم يلي عم بيصير، مع انت كل هالايمان بالخط السياسي اللي بتآمن فيه وبهالتغيير يلي انت عم تبحثي عنه كمان، قد ايه المجتمع المدني اليوم قادر فعلا يغير؟ في سيركل فيسيو، في دائره مفرغه. اليوم اذا بدك تكسر بمحل ما هالترند نفسه الماشن انه يرجعوا ينتخبوا نفس الناس، بدك كثير صعوبه. في محل معين الناس بتخاف من المجهول. الحراك المدني عملوا شغل كتير جيد، بس لما تصطدم بتغذية الخوف، هيدا الفير مونجرينج مش شيء أنا عم نظر له، هيدا شيء معروف بالسياسة، شيء كتير صعب التغيير. هلأ اليوم مثلا بيقولوا لك نحن بنطرح الكوتا النسائية ومندافع عن الكوتا النسائية، مش بيقولوا لك إنه طب هالنسوان ينتخبوا نسوان؟ ما بتصير الأمور هيك. هيدي المرة بتروح بتنتخب مع جوزها ومع أولادها ومع عائلتها من هيدا المنطلق نفسه، إنه نحن رايحين يا غيرة الدين عم ننتخب، أحياناً نكايب الآخر، عم ننتخب للزعيم. كلمة زعيم انقرضت وين ما كان بالعالم، بعدها موجودة بلبنان. يعني عم يروحوا شادي بلا مطرح تقلي إنه كيف في الحراك المدني يغير، عنده مهمة كتير صعبة، بس ما عم بقول مستحيلة. في جيل لازم يكون ربيان على السلام، على الاختلاف، ما يلحق أهله، ما يلحق جيلنا، نحن جيلنا فشل. بس قدي بولا اليوم الناس بعدها كمان عم توقع ب خليني أقول مطبة المصالح الضيقة، يعني الناس كمان اليوم جوعانة وقرفت طبعاً وتعبانة ومنهكة. هيدا جزء من الحرب النفسية، هيدا جزء من الحرب النفسية، الناس متروكة. طلع الناس بالجيتويات مثلاً، بتشوف إنه حاطينهم بمحل معين، هول الأكثر فقراً، بيسمعوا رأي واحد، بيعيشوا بين بعض، جيتو مسكر مقفل، هول أكتر شي بيكونوا خزانات أصوات. هي أكبر إهانة للواحد يكون خزان صوت لمجموعة أو لفئة، خاصة إذا النتيجة هيك، لو منيح لنحطهم فوق راسنا، بس ما في شي ظابط، ما في شي ماشي، في روايح كريهة وين ما كان، هيدي كل إشعة. بس هيدا التعبان والحاسس حاله مظلوم عم بيطلع غضبه بالمطرح الغلط، عم بيطلع غضبه على الآخر، على المعتر، على بتطلع بتلاقي الشرطي واقف غضبان بتلقط مواطن معتر، بحسوا هذا ما عنده واسطة، مش أكيد مش الكل، تحية للشرطة، بس إنه عامة بتلاقي رجل الأمن غضبان واقف مش طايق لمعاشه ولحالته ولوضعه، بتلاقي المواطن تاني كمان غضبان على وضعه وعلى بلده، في غضب كتير كبير منعبر عنه بالسواقة، بالحكي مع بعض، بالطريقة اللي نعمل فيها مشكل. أوقات بتطلع بقول أقولكم نحن كمجتمع سقطنا أو بس في طبقة سياسية منقول إنها هي حتما سقطة، ما بعرف. بولا يعقوبيان بنت سيراغان يعقوبيان يلي إجا كان لاجئ على لبنان،
بولا يعقوبيان يلي دائما بتعتبر حالها لبنانيه قبل ما تكون ارمنيه، ناجي من المجازر، كان ناجي من المجازر يلي السنه كمان ذكرى ال 102 للمجازر الارمنيه المؤسفه يلي دائما نرجع بنكرر هذا الموضوع. انت بتعتبري حالك لبنانيه قبل ما تكوني ارمنيه هالقد متأصلة؟ لا انا بعتبر حالي لبنانيه بس طبعا، قصه ارمنيه هيدي جذورنا واصولنا، نحن بنحمل الهويه اللبنانيه اللي بنفتخر فيها. لبنان عمل الأرمن بشكل كتير منيح، عملنا مثل كل المواطنين اللي كانوا قبلنا. وأنا لبنانية منذ أكثر من 100 سنة، مش 10 سنوات. أنا بيي لما كان هون صار إحصاء، صار هو لبناني مع اللبناني الموجود، الموجودين على أرض لبنان جبل الملجأ. الأكثرية اللاجئين كانوا يهربوا من الاضطهاد على الجبل، كان اسمه الجبل الملجأ. ما فينا اليوم نجي ونخطي عيوننا على كل التاريخ ونقول نحن هيك، ما فيك تغير الوقائع. بيي اجى على هيدي الارض عطيتنا كثير. انا هون بلبنان ما بعرف اذا كنت بقدر اكون بنفس المطرح بمطرح اخر، فما عندي غير هيدا البلد وهيدا الانتماء، شو ما بعطيه قليل وشو ما بحبه قليل. نحن اللي خسرنا ارضنا لازم نتعلق بهالارض اكثر من الاخرين، لان بنعرف شو يعني. بي لما عاش أول فترة بحياته كانت فترة كتير صعبة، رغم أنه كان بميتم أول فترة ولد صغير، بس بعدين ما كان سهل أنه يشق طريقه. صحيح. بس لبنان حضنه، وخاصة أنه ما أجا حيلا شخص على لبنان. يعني والد جدك مجراديتش هو أمير مقاطعة زيتون يلي هي إمارة بأرمينيا. إمارة يعقوبيان، زيتون هي أربع إمارات، إمارة منهم هن شيوخة محلية بس بسمون هيك، بسمون أمارة. طيب ديسوندان مع التيتر يعني شو؟ مش عاطلة يعني برنسس يعقوبيان. لا أصل الفتى ما قد حصل. جدي قتلوه وبي هو اللي اجا، بس اجا مثله مثل كل البقوه. يمكن اخته وهو خلصوا اكثر لانه كان عندهم وضع معين، كانت الناس تحب قيادتها مش ما تكرهها، كانوا يحبوه للامير لكن اقطاعي، بس كانوا يحبوه، كان طيب، كان حد الناس. بي ضل بيتذكر مع انه كان عمره 4 سنين، بيتذكر بيته، بتذكر البيت اللي كان عايش فيه بزيتون، بتذكر امه اللي ذبحوها قدامه قبل ما يمشي. ذكريات كثير. ارضكم وين كمان بولا؟ ليه بعد ما رحت على ارمينيا مع انه اختك راحت؟ هيدي مش ارمينيا. نحن ايه لا بدي روح، بحب كثير زور يريفان لحد هلا، مسائل كذا مره جرب روح، يصير عندي عرقله، انا شغلي في كثير سفر. بس ارمينيا بس بيتنا هو بالست الولايات ست الشرقيه اللي هن بتركيا. اكيد محتل، ما في ارمن بقى، هيدي افرغت تقريبا عن بكره ابيها وابوي. ماي داد كان واحد من هول اللي مشيوا صحرا دير الزور، واجا على حلب، عاش فتره بالميتم بحلب، رجع اجا على بيروت وعاش بطرابلس. عندي حنين لطرابلس من ورا كمان، انه بي ايه بي كان يحب طرابلس كمان، يعني حضنته. ما عايش بي ببيئه ارمنيه صرفه، عاش بالحزمية، عاش بطرابلس، عاش لما تعرف على أمي كان عاش ببدارو. ما قلت لكم نازلة على الانتخابات؟ عممت حال على لا كل الأراضي اللبنانية. لا ولا وحدة، ولا وحدة منهم فيها مقع، كلها عديت لك إياهم، ما فيهم ولا مقعد أرمني. بس أقله هيدي ولا مقعد أرمني، لأقول لك مش مزبوط. على كل حال عم بتفكر بالترشح، هي أختي، بس تقول لك قديه بعيدة أنا عن قديه بعيدة كل البعض. أنا بكون الداعمة الأكبر لأستاذتي اللي هي أختي، اللي هي من يمكن أكثر مواطن صالح، عيب واحد يقول هيك عن عائلته، بس مواطنة لبنانية صالحة نظيفة، كلها أخلاق وعلم وثقافة. يعني النائب روزات يعقوبيان ممكن؟ بحلم أنا، هيدا حلمي، حلمي شوف أختي، لأنه لك بعرف كتير التركيبة، وبعرف أنه بتكون أروع شيء معقول يصير لبلد مثل لبنان. بعرف انه ما فيها تغش، ما فيها تكذب، ما فيها تعمل، ما حتتواطئ على الناس. انا بتمنى انها تكفي بقرارها، بس كمان قرارها منه محسوم وبدها تشوف. اختي بالنهايه ناشطه بس عندها عائله طبعا. انا بدي اوجه لها تحيه كمان لروزات، على امل انه هالموضوع يتحقق، وتحيه كمان لتعاونها لتحضير هالحلقه. صحيح. كمان صحيح. ثانك يو من القلب. باتريسيا طلبت مني، قالت لي حدا من اصحابك حدا قريب مني، قلت لها قد اختي ما حدا حافظني بالعالم. ف هي لقلي اليوم أختي وأمي وكتير أشياء.
بعرف قد ايه بتعني لك العائله بولا، رح نحكي بفقرات لاحقه عن هذا الموضوع اليوم بالاعلام، بالاستمراريه الاعلاميه بخضم الاسماء يلي موجوده بخضم الاعلام يلي كمان تلفزيونات، لنكون عم نحكي واقع كمان رايحه باتجاه نيو ميديا، تصير العالم تختار شو تحضر ساعه هي يلي بدها، ما نكون ملزمين نحضر نشره الاخبار على الساعه 8 وبرامج ترفيهيه على الساعه 8:30 ومسلسلات صح. يعني اليوم نتفليكس كل هالنيو ميديا اللي عم نشهدها كل واحد بيحضر اللي بده اياه على وقته على وقته. قديه صحيه؟ لا هيدي العالم هيك رايح اون ديماند، انت بتقرر انا بدي احضر هلا شادي بحضر بعطيه مجال دقيقه ما شدني بنقول على شيء ثاني، برايح العالم هيك ما فينا نقول صحيه او غير صحيه، بس يمكن لما كان انا بطفولتي ما في غير تلفزيون لبنان كنا نحضر جراندايزر وبلقي سيباستيان، بس بعدين نحضر ابو ملحم، نحضر كل البرامج الدنيا هيك نحضرهم كلهم، كوكو مثلا، انا كوكو ما في انسي مع انه عندي في شخصيات كانوا مهمين هول بثقافتنا بحياتنا، هول مساهمين انا بلبنانيتي، هيدا التلفزيون له فضل غير عن بيتي بالصوره اللي كانت موجوده اللي كل شوي نشوف شيء وما بدنا نفوت ننام لانه بدنا نحضر شو في بالسهره، كان في اشياء على مستوى كثير عالي عن جد كنا مناطق اليوم ما بتتابعي تلفزيون بولا؟ تابع بس بشبه الزمن هيدا بسرعة وتقطيش، يعني أنا بقعد على الأخبار بنقل من التلفزيونات ضل حامل الريموت كنترول وعم بعمل زابينج، برجع بسمع على الإذاعة 8:30 صوت لبنان بتحطهم، بسمع كل مقدمات نشرات الأخبار. يعني بضل عم نقل وبنطرهم يجوا مكتوبين وبنطرهم يجوا فويس، يعني بضل عم نقل بالأخبار اللي أكتر شي بتهمني. وبعيدا عن الأخبار ما عم بقدر تابع كتير للأسف، عم بحضر أفلام أكتر شي على الطيارة، بحب تابع مسلسلات لانه عم شوف انه في انتاج لبناني كتير حلو هلا برمضان عم تقدر تعرفي اقله فيدباك. ما كنت موجوده ببيروت، بلش رمضان انا برا حامله كذا بطيخه، وورلد بانك، شغله بانتجريتد كوميونيكيشن، تلفزيون، كل هول بدهم كتير وقت، وعندي بول بكرس له لو شو ما عم بعمل، بدي اروح جيبه من المدرسه، بدي اقعد معه بعد الظهر، بدي تابع له حياته مثل ما اكثر شيء بقدر، فلا وقت كتير ضاغط ليكون عندي الرفاهية أقعد أحضر مسلسل مع أنه بحب. كمان مع كل هالعجقة اللي عم تحكي عنها بولا، كان عندك وقت لحتى تجمعي وتكوني مشاركة كمان بحملة دفا، لحتى تكوني ناشطة بيئية، يعني كل هالحملات اللي شفناهم بالسنتين الأخيرتين وكنت معي سابقا وحكينا عن هذا الموضوع، قد ايه هذا فيه هيك فولفلنس، يعني أنت قد ايه بتحسي حالك ممتلئة وفعالة بالمجتمع بغض النظر عن عملك الإعلامي وكل شيء تاني عم تعمليه، يعني هودا بيعطوك هيك نكهة أخرى. من أجمل أيام حياتي إذا بدي سمي نقي كم يوم، يمكن لما ولد ابني وشفته بعيوني أول مرة وحمل الدفا، قدي منتعب قدي بتعطيك هالحملة دفع ودفع لإلك لنفسك أولاً، انه تشوف قدي عم تقدر توصل المساعدات والناس كيف عم تتجاوب معك، هو الناس اللي ما عندهم اجندات، ما عندهم اجنده معينه، مش انه بحبوا فلان وبيكرهوا فلان، بيسمعوا انه هول الناس نحن جماعه ما بناخذ مصاري، ما بناخذ كاش، صحيح ما بتقبل مساعدات الماليه ابدا الحملة. مساعدات عينيه فقط، في ناس بيجوا على الحمله وما بعرف اذا لازم اقولها، بيجوا بتفكرهم جايين ياخذوا مساعدات، بيطلعوا جايبين كيس هول مش عايزينهم، بتلاقي سيارات من اجدد موديلات وبتلاقي سيارات قديمه، بتلاقي من كل شيء، في لاجئ سوري جاب لنا فرشته قال انا عندي اثنين مش عايزه، كل شيء بناخذ مساعدات وكل شيء بنرجع بنوصل. شو التحديات اللي عم تواجهكم اليوم بولا باستمراريه هذه الحمله؟ الحمله حتستمر بس اكثر من نهار بالسنه، يعني انا ما عم بقدر اعمل مستحيل. لانه هذيك السنه وصلنا لو ساعدنا 50,000 عيله بس الاوبريشن كبيره متعبه، هالسنه هلا عم بعملها دفا عم بتصير جمعية، كنت رافضة فكرة جمعية. ليه؟ لو بتشوف سمعة الجمعية ليه؟ لأنه هذا بدأ أوصل له في سمعة على الجمعيات أكيد. من نهب وسرقة واتهامات صح. قديه هي صحيحة وفي جمعيات كتير منيحة بس أنا صرت مجبورة أعمل جمعية لأنه إذا بدنا نجيب إذن نسكر الطريق بدك تكون جمعية، يعني شو ما بدك تعمل مجبور مضطر تكون جمعية. عم بتعذب كثير هلا طارق ابو صالح اوبريشن مانجر وهالعباد مديره الحمله عم بتعذبوا فعلا يعني بكثير مسائل، فقررنا انه رح نعملها جمعيه، هلا قريبا بتصير جمعيه. لحد هلا كان الشغل عم بيصير على الصبحانيه. يعني شادي بتلفن انا مستعد بقول لك تعا ساعدنا هيك،
هيك ركب فريق العمل وهيك ركبت الحملة كلها وراغب علامة كان له تأثير كتير كبير مع زوجته جيهان، دعم كتير من أول النهار ونزل وساعد، تحية له أكيد. قدي الإيماج دو مارك يعني هذا اللي كان بدي أوصله، يعني لما يكون في خيار صائب قدي الناس يلي بأثروا بالمجتمع وبالناس ومنستغل صورتهم استغلالا يعني من خلال موقعهم أكيد الفني الاجتماعي أو أي شيء لحتى نقدر نوصل رسالة هادفة. سنة كمان رح تكون معنا النجمة مايا دياب لأنها كثير بحبها، اللي ما عندها مشكلة وين فيك تستعمل صورتها لتساعد أو تحسن ما في أكرم منها. هلا في كثير ناس انتبه، في كثير نجوم، في أصحاب الصحفيين اللي ما حسميهم، لا ما بدي أنسى حدا، كله بينزل من قلبه بيساعد وبيشتغل وبحس هالفولفيلمنت إنه أنا عملت شيء اليوم حلو، شيء مش ساعدت سديت رمق. واحد الشعور اللي بيرجع له هو أكبر بكتير. أكيد أكيد. من التحديات كنت عم تسألني أكتر شيء عنا مشكلة النقليات، لأنه بنقعد ل 12 وحدة بالليل لنشيل الأغراض من ساحة الشهداء وتجمعهم كلهم، ولنقدر نوصل عن جد مطرح ما في حاجة. كمان التحدي كبير، نحن أكتر شيء عم نساعد الهوستينج كوميونيتيز اللبنانية اللي هن بمطارح فيها عنده نسبة لجوء عالية. نعم. هول الأكثر فقراً، وهؤلاء فتحوا بيتهم قبل ما يكون في أنروا أو حملة دفا أو أي مساعدة، هن لحالهم هالفقرة تقاسموا اللقمة مع اللاجئ، اللي عنده مطرح يعطيه يسكن سكنوا ساعدوهم، بعدين اجت كل هالمؤسسات إذا بدك. فنحن هول منساعدهم أول شيء ومنقول لهم أنتوا ساعدوا أنتوا وزعوا، وما في أكرم منهم لأنه سبقونا بالكرم وبالأخلاق وبكل شيء. بس اليوم أنك تروح تعطي، لأن البعض بيسألني بيقول لي إذا بدكم تعطوا سوريين نحن ما منساعد، بقول لها ما تساعد، بقول لها طلعت مني لأنه أكتر شيء ما تساعدوا، بقول لهم ما تساعدوا لأن المساعدة ما بتعرف تفرقة، ما بتعرف إنسان لما يكون محتاج. أنا بكون كذابة فعلا، أنا بكون كذابة إذا بعرف، قالوا لي إنه مش هنقطع كهرباء أنا بكون كذابة إذا بقول لك بعرف وين رح تروح المساعدة. أنا ما بعرف، أنا بعرف إنها رح توصل لهول الجامعات اللي عايزين، هن كيف حيكملوا فيها انا اكيده وعلى ثقه انه عم بيوصلوا للاكثر حاجه. بس اقول لك اذا وصلت لايد فلسطيني غرض اللي انت بعته او سوري او لبناني، اللبناني الهوستنج كوميونيتيز هن اكثر شيء عم بيقرروا، مع توزيع عم بيتم بمناطق اخرى بس اقل، يعني اكثر شيء الكميات عم نبعتها على المحلات اللي فيها نسبه لجوء عاليه وفيها مخيمات. يعطيكم الف عافيه وكل الدعم لكم. بدنا اياك معنا سنتي. كل الدعم اكيد، انا من كل قلبي فريمون، ومن كل قلبنا اثنيناتنا هلا، بما انه رح ننقل وغمز لنا تعودت تعودت على القعده رح ننقل انا وياك من ولعانه اخبار، حكينا كثير، رح ننقل على ولعانه بالزمانات. تفضلي. وين انا، يمين او شمال؟ يلا تفضلي، بدي اعزلك هون هيك. عندي رتور هون كله وين؟ لا بقشع رتور بقشع. اوكي بتجنني، يو لوك جورجيوس. ثانك يو، ما وقفتوا بريك مثل العادة، فيري سمبل فيري إليجنت. لا نحن بعدنا على الهواء، بعدنا مكملين. ساعات وقت نرجع فيهم لورا، نرجع لبولا الصغيرة، بولا المراهقة، بولا يلي شيطاني شيطاني رح نحكي عن بولا الشيطاني، في كثير اخبار عن بولا الشيطاني والشقية. بولا قديه كل يلي عم بتحققيه اليوم كان مخطط ببالك؟ كنت عارفة أو حاطة هدف إنه رح توصلي لهون؟ أو أبداً. كانت أحلامك بغير اتجاه كلي؟ أبدا، كنت عم بلعب و بالحرش بشبه، كانوا يقولوا لي إنه حسن صبي كارسو مونكي، كنت على الباتان عم بجن، قضيت طفولي فيها كتير لعب. بس كبرت كتير بكير، يعني أنا لما مات بي كان عمري تقريباً 10 سنين، كبرت فجأة وصرت حاسة إنه عندي مسؤولية. اشتغلت بكير، أنا اشتغلت حتى قبل التلفزيون. ما لازم أقول هلأ أي عمر بلشت، ما هي صحيح ونقول أو لا؟ لا ما رح نقول لحتى نترك هيك شوية سسبنس للمشاهدين. أوكي، فحتى قبل، يعني في منهم بيقولوا لي إف شو بلشت بكير، حتى قبل اشتغلت فترة. شو أول جوب اشتغلتي؟ كنت بيع ذهب لمجموعة من الفرنسوية اللي هن عايشين بالسفارة بالحزمية، ما بيقدروا يظهروا، كان حد بيتي، كنت بيعهم ذهب عبر شخص ما بعرف إذا صار لي زمان ما سألت عنه، مسيو ميسبيريون.
كان شغلني معه فرنسويتي كانت منيحة، وهيدا أول شغل عملته بحياتي، يعني أول مرة كان عندي كنت معاش، كنت أقبض $100 بالشهر. بس كانوا مش كنت ما بها شيء، يعني عمري 14 سنة، خلص مدرسة، روح لعند مسيو ميسبيريان، ورح نروح أنا وياه ندخل لعند الجندارم بس بقلب السفارة اللي ما بيظهروا ونبيعهم مجوهرات. سيلز. واو. قدير بيت بولا كمان على القضية الأرمنية اللي كنا عم نحكي عنها، يعني شو كان ينحكى بالبيت عن هذا الموضوع؟ كيف تغذت هذه الروح الوطنية لحب لبنان وللانتماء للجذور اللي كنت عم تحكي عنها كمان؟ يعني بولا طفلة كيف كانت تفهم هذا الموضوع؟ كيف كانت تستوعبه؟ لك بيي ما كان يخبرنا بمقاسة وبحزن، كان الجو هو بحزن، بس كان يخبرنا كتاريخ وكنعرف أصولنا وجذورنا ونعرف نحن لوين مننتمي ونحن مين. فأنا وأختي، أختي أكبر مني بسبع سنين، هلأ حتزعل. أول قسم منيح، تاني قسم ما بيسوى. كان يحطنا ويخبرنا، فهول بينطبعوا بالراس، بينطبعوا بالبال. بي قصته كتير مثل قصص كل البقوة، بس اللي شافهم من مقاسي، تعرف ضل يحلم بوجه أمه لحد ما مات، ضل يبصر بنومه كل ما ينام بيشوف وجه امه بيطلع، وكنا نساله اليوم كمان ايه شفتها. وكان شخص كثير كثير سبيسيال بي، كان حدا كثير محب، وكان اكبر من امي بكثير. كان مواليد 1911. مزبوط. كان كثير في فرق بينه وبين امي بالعمر، فلما كان يجي على المدرسه ياخذني اوقات كنت استحي. يفكروا جده باقي بيوتهم صغار وانا بيي هالقد كبير. هلا لو يا ريته موجود تقول له قد بفتخر فيه، بفتخر بكل شيء عمله، بنظافه كفه، بادميته، قد اشتغل لحد ما مات. بيي كان عم يشتغل تقريبا كل يوم، ما وقف شغل. تحكي معه اليوم بولا؟ يعني في هيك صلة داخليه؟ لا لانه انا عم بقول لك كنت صغيره لما بيي مات، و بيبقوا هو الذكريات، بس ما تعودت تحكي معه. امي بقيت معي ل من اربع سنين تركتنا، فبعدني انا جواتي موجوده، وكل ما الحياه تشتد علي بفكر فيها، ما بفكر بحدا تاني، بحكي معها، بخبرها، بشكي لها همي لحد اليوم. بتعلق انت وياها؟ بتقولي لها ليه ما كنت حاضره؟ ليه ما كنت ما اعطيتيني اشاره بمكان ما؟ لا، بس بدي أقول لك شغلة، بتحس بتقصير مع أهلك شو ما عملت. يعني أنا بقول لكل واحد هلأ عم بيحضر إنه انتبهوا على أهلكم، لأن بلحظة اللا عودة، بلحظة الموت، بحس حاله الواحد قدي صغير، قدي ما في يعمل شيء. يعني أنا شخص بتقلي في مشكلة بلاقي لك حل، بستنبط حل، بضل عم جرب لاقي لها مخرج. ما كنت عم صدق ساعتها، مع إنه أمي كانت بالمستشفى وكانت كتير تعبانة، وكانت آخر فوتة على المستشفى كانت حالتها جدا جدا سيئة، بتتمني لها الموت قد ما كانت تعبانة وموجوعة لترتاح. بس لحظة اللي قالوا لي خلاص، أصعب لحظة، لأنه ما بتعرف شو بدك، ما بتعرف إنه كيف، مشان هيك كيف بدك تعمل هالانفصال. مشان هيك بولا اليوم مع بول هالقد عم تشتغل على إنه ما توصل وما تكون مقصرة، لحتى ما يوصل لمرحلة يندم إنه هو يكون قصر تجاه بولا الأم، أو يكون ما بدي أو يكون تعلق. ما عمل شيء. بالعكس. لا، ما بحب ابني يتعلق فيي مثل ما أنا تعلقت بأمي أبداً، لأن بدي جنهار موت، ما بدي هالقد يتأثر. شو هالموضوع هلا؟ أي ما بحب ابني، بحب شوفه مبسوط، بحب أمن له قد ما فيي حياة منيحة، قد ما بقدر أنا وموجودة ريحه يكون مبسوط. هو أولويتك اليوم؟ إيه؟ أكيد طبعاً. مثل كل أم بيقولوا الدنيا أم، فعلاً الدنيا أم. وأكيد إنه بول عنده بي كتير رائع، يعني موفق، منه بي عادي، هو بي كتير بيعطي وقت، كتير بيكرس وقت لبول. بول كل حياته، يعني أنا وياه عنا هالشغلة، فكأنه عنده أمين قد ما بيهتم كمان. حتى قدرتوا تحافظوا هذا الملفت على هذا الموضوع حتى من بعد الانفصال. أكيد. بولا هيدي نعمة. أكيد. رح نحكي بكتير تفاصيل. هيدا بيو لبول بالآخر. أكيد. وبمرحلة معينة كان كتير، كان أستاذي بالسياسة، بالحياة، بالصحافة، أنا كتير تعلمت من موفق كتير،
وكثير بقدر له عقله وفكره والبوتنشل اللي عنده. رح نحكي عن اول عمل بولا، رح نحكي عن فتره الاي سي ان، رح نحكي عن الاخبار، رح نحكي عن الانطلاقه، نرجع بالوقت لورا، رح نفوت على بريك صغير ونرجع نتابع مع ابتسامه، مع هالايجابيه اللي دائما عندك اياها، يعني لمعه عينيك بهودي هيك الدموع يلي بينوا فيها حنين وفيها حب وفيها حياه وفيها كل شيء وبتلبق لك الحياه. مشاهدينا بريك ومتابع. مشاهدينا متابعين، نحن وياكم سهرتنا ليلة سهرة تاسعة من رمضان، نحن وياكم مع نجمتنا بهيدي الحلقة بولا يعقوبيان. كثير مبسوطين فيك، الفيدباك على السوشيال ميديا روعة. وكلنا فريمون هيك بهالحلقة يلي هيك عم نشوف جانب كمان يمكن من بولا كثير حلو، يمكن من أجمل الحلقات اللي أنا بحس حالي إني مرتاحة فيها. وعن جد ثانك يو شادي باتريسيا والإعداد، أهلا وسهلا، الكل مبسوطين فيك يعني مرسي. رجي كلنا أهلا وسهلا بولا. بولا إذا بدي أرجع على الـ ICN، أول مرة طلعتي قريتي نشرة أخبار، شو كان شعوري؟ كنت خايفة؟ كنت كثير خايفة، خاصة إنه كان لازم أقرأ مع شخص آخر، فقررت المذيعة اللي معي اللي هي أقدم مني إنه أنا بدي أقرأ مع هيدي بعد ناقص، مع هيدي بلشة جديد. إيه وكنت صغيرة وهيك طبيعي. بقى فهي كانت متوقعة إنه مدير الأخبار يقول لي لقلي إنه يلا معلش مرة تانية، قام قال لها لا، قالت لي قال لي بتقريها كلها أنت، وأنا حافظة دوري، مش إنه قري الخبر حافظته، زينب الجاني حركت لي كلمة كلمة، كيف بدي أطلع؟ فطلعت. بتذكر كثير منيح، كنت مرعوبه طلعت وقريت، بعدين لحقتها بتذكر على الطريق لزينه، قلت لها شو؟ قالت لي كثير منيح، وانا لقلي زينه انه استاذه، عرفت تقول زينه فيا، تقول لي منيح واو. بقى اليوم لو استمر زينب الجاني، سوري زينب الجاني، اليوم لو استمريت بولا يعقوبيان بقراءه نشرات الاخبار، مين كان بيكون افضل، انت او صديقتك ديما صادق؟ لا ديما وباي فار بقول لك ديما افضل قارئه اخبار اليوم موجوده على الساحه، طريقه تفاعلها مع الخبر، اسلوبها، طريقتها، هلا كثير حلوه، البعض بيقول انه بتعمل ديستراكشن. وين تنتقديها؟ وين تنتقديها لديما؟ بقراءه الاخبار توب توب طب طب طب، مخارج حروفها، اسلوبها، طريقتها، عم بقول لك اهم شيء تفاعلها مع الخبر، بلاقيها عن جد. وغير هي غير انها صاحبتي، انا اول مره شفت ديما على الاو تي في، تلفنت له لجون عزيز، قلت له واو هيدي البنت بده يطلع منها كثير، شيز فيري جود، كنت بعرفها كثير قليلا يعني ملتقيين بالسفير، ما في علاقه، ما بعرف رقم تليفونها، فتذكرت دقيت لجون وقتها ما حكيتها لها حتى. شو يا ديما صادق؟ ديما معنا؟ الإعلامية ديما صادق، مساء الخير. مايك رقم تليفوني، مش مايك لحظة، كان مايك رقم تليفوني بالسفير، وأنا بذكر دقيت لك، كنت دق لك لأنه يو ور هيك، إنه دايما أنا بتعود لوكينج أب تو يو. هاي بولا كيفك؟ سبا؟ بس أكيد ما كان عندي رقم التليفون لما شفتك على الأو تي في ودقيت لجون وقال لك، كنت دقيت هنيتك إلك مباشرة. خبرك جون؟ خبرك أو لا؟ ما خليك تتغنجي؟ ما يعني ما بتذكر يمكن وقتها، بس بولا سيربريز. إيه فاجأتي. إيه إيه فاجأتيني. أنا الإعلامية ديما صادق، امبارح حجيك إنه 7:15. أنا متعهدة المفاجآت لبولا، إذا حدا بيعمل شيء مفاجأة يجي لعندي لأنه ديما مساء الخير، العالمية ديما صادق مساء الخير، وشرفتينا بهالمداخلة، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. الحمد لله، لا ثانك يو لكم يعني إنه ورمضان فيه. كريم إن شاء الله خير يا رب عليك وعلى عائلتك. وعلينا وعليكم وعلى تلفزيون لبنان، يعني إن شاء الله يا رب هالسنة تكون سنة خير وبركة على هالتيفي اللي كثير 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 عزيز على قلوبنا كلنا. يا رب. ديما الصديقة لبولا، وديما كمان الزميلة خليني أقول لبولا يعقوبيان، أدي هيك بولا استثنائية بصداقتها بعملها، أدي بولا كمان شقية فينا نقول، وعندها هيك بعدها بولا الشيطاني بمطرح من المطارح، إن كان إعلاميا أو على صعيد الصداقة. ما على فكرة إيه، عندها كثير هيدا الجانب بشخصيتها، ما بعرف إذا أنت بتعرفها برا الهواء، بس في حدا
يعني هي كثير جديه على الهواء وكثير مهنيه بالحياه، بس هي حدا كثير مشاكس يعني كثير. انا دائما بقول لها انه السنس اوف هيومر اللي عندها اياه، حس الفكاهه اللي عندها اياه، مش معقول شو 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 هيك، شو قوي وشو ذكي وشو يعني مش بسهوله بتلاقيه يعني. شو بقول لك عنا بك... اوكي قبل ما اقول لك كصداقه حقول لك مهنيه، هلا هي بتعرف هالشيء يعني، طب قرات مثلا سمعته مني، بس يعني انا وياها سابنا كنا بفتره، انا يعني بمؤسسه بالسفير، هي كانت اوريدي صارت اسم كبير، مش لفرق عمر ابدا، بس هي لانه بلشت قبلي بالمهنه فكانت اوريدي اسم كثير معروف، وانا كنت بدي انه انا حلمي انه صير مثلها، فكنت دائما هيك انه اطلع فيها انه واو هي شيء مهم. فبذكر وكنت دائما اعبر لها عن هالشيء، وبذكر انه بس سافرت انا بعدين بالاعلام مره التقيت فيها، كنا بقطر اذا ماني غلطانه بالقمه العربيه، فقد ايه قليل انه حدا زميل يجي هو لعند حدا مبتدئ ويجي يقول له انه انت هيك وانت هيك وانا عم شوفك وعن جد وشو يعني، ما بنلاقيها هيدي كثير. كنا بعدنا ما صح اصحاب ابدا يعني، ما كنت بعرف انه انا بعرفه. شو قالت لك؟ شو قالت لك؟ قالت لي اشياء كثير حلوه، هلا ما بعرف اقولهم. لا قلت لك اياهم هلا انه ما بعرف. ديما وين هيك بتاخذي التليفون وبدقي لها لبولا بتقولي لها لا يا بولا ما كان لازم تعملي هيك، او حضرت وما حبيت، وين باي مواقف؟ انه لا يعني ماني ذاكره شيء معين، لانه علاقتنا المهنيه مش مثل علاقتنا الشخصيه هي الاقوى يعني. انا وديما بنحكي اوقات 10 مرات بالنهار. ايه بس يمكن يعني ولا تكي شغل ولا مره اف يعني. العلاقه الشخصيه بتتخطى العلاقه الاعلاميه خليني اقول والزماله. على كل حال او لا، لما يكون انت براسك في عندك حدا هو دائما هو سابقك او هو الايدل لك يعني، باللاوعي لك انت منك بمحل تعطيمه، ما بقى يعني تعطيمه لحدا، دائما بحضرها على انه عم شوف يعني شو بدنا نكتسب من هالحلقه. بتشجعيها على النقله من تلفزيون المستقبل ديما؟ هيدا حديث يعني بيني وبينها تحت الهواء باختصار. العالمية دي يعني مصادر على الهواء هي تقول لا بتشجعني اكيد دي ما هي فينا نقولها هي فضحتك. شو هي شو هي انه بتشجعيني؟ لا ايه بتشجع صحيح. لا انا يعني انا وديما بنقول الاشياء مثل ما هي، عرفت كيف؟ فمشان هيك متحفزه، لان يمكن ما سمعت انه بالاول يمكن انا شو حكيت، قلت انه لا عم بفكر وعم بدرس خياراتي. سوري سوري كنت بمكان ما في. لا 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 انه اذا علي الامان اقول رايي ايه انا بشجعها بقوه. جريت ديما، انا بدي اشكر مداخلتك المحببه. شكرا. انت كمان نجمه بمجالك وكلنا منتابع وكلنا عن جد منحبك، وهيدي مش بشهادتي، بشهاده كل الناس. على كل حال شكرا للمداخله بسهره عمر، وعلى امل اللقاء قريبا ونحكي كمان عن ديما صادق، لانه بتستحق كمان كلام مطول عنها، هي نجمه من نجمات الاعلام بلبنان. شكرا لك الاعلاميه ديما صادق. يا هلا ورمضان كريم. ديما صديقه ونجمه كبيره وكثير كثير كثير بحبها، لانه اللي الناس ما بيشوفوه بالشخص اللي بيطلع على الشاشه هو روحه، هو الداخل. ديما بشوفه انه ست كثير حلوه، بس ما بيعرفوا من جوا قد حلوه، قد في طفله جوا، قد طيبه، قد منيحه مع اصحابها. فانا من نعم حياتي انه عندي صديقه مثل ديما، هالقد بحبها وهالقد قريبه مني وهالقد سبورتيف. ديما صديقه عن جديد خليني اقول يعني، ايه ما صرنا زمان يعني، ما صار لكم زمان اصدقاء الطفوله، حامله منهم اسماء لليوم بعدهم معك؟ عندي اصحاب اكيد و ما تفوتني بالعد. لا ما رح انعد. بعد في تليفونات؟ ابدا ما بعرف، خلينا نكمل الحلقه. لا عندي اصحاب من المدرسه، عندي اصحاب. اقرب حدا علي جوانا كرم، احي هلا بكندا مثلا، هلا عم بتولد. ما بعرف من امتين بعرفها، من وقت ما خلقنا نحن كنا جيران وقرايب واصحاب، وبعدنا لليوم من اقرب الناس علي. وفي كثير صديقات بحبهم قد الدنيا، ما تخليني اسمي. ما رح نسمي، ما رح نفوت بتسميات. اذا بدي ارجع هيك لمومنت انا وياك، لحاله، لموقف، لفتره هيك بتعملي فريز عندها، بتحبي انه كانت تطول اكثر، كانت تبقى تستمر اكثر، اي مرحله بالوقت لورا؟ طول وقتها كان بيبي. ليه؟ لانه بتذكر انه احمله واقول
بدي دائما يكون عندي بيبي، يعني دائما فكرت انه انا حجيب 10 اولاد. قد ما حلو هيدا الاحساس، ما بعرف اذا امات هلا ممكن يشاركوني فيه. في اوقات بتتعب، وفي اوقات انا كنت بامريكا ما كان عندي كثير مساعده، كان معي امي. بس احلى شيء كان هو هيدا الاحساس اللي هو بسموه بالانجليزي لت داون، هو فيض الحنان، اكثر شيء حسيته مع ابني. واو. فهيدا هيدي الفتره كنت بحب انه اكثر عم بحكيك بيبي ما بيمشي بعد، عم بحكيك اول سنه من حياته، كثير فتره. على صعيد المهنه اي سنه او اي مرحله بتقولي انه هيدي كان لازم تستمر اكثر؟ المرحله الذهبيه كانت ARTMTV، كنت على الشاشتين مع بعض سنة 2000، كان في انتخابات، عملنا برنامج كتير قوي وكتير جريء، للأسف ما استمر لأنه صار في مشاكل ما بين المحطتين وأنا اضطريت كفي بالARTMTV. هيدي الفترة كنت بتمنى أنها تتمدد وتستمر، وهيدي الفترة اللي أكثر شيء عملت لي اسمي وشهرتي. يعني أنا بلشت قبل، عملت نهاركم سعيد على الBC، عملت الICN، بس أكثر شيء عرفت برايم تايم أول مرة برنامج مسائي ثقيل بهيدا كان MTV وARTMTV مع بعض. هيدا على يعني إذا بدك على الصعيد الخارجي، العالم كيف عرفوا؟ أنت بأي مرحلة استحقيتي إنه إيه أنا صرت تحت المجهر؟ بعتقد هيدي المرحلة كمان سنة 2000 أكيد كانت أهم، إذا بدك مفصلية، كانت أول مرة بياخذ برنامج برايم تايم، و برنامج كان عليه مشاهدة عالية، عملنا كتير سكوبات فيه. بتذكر كذا مرة تاني نهار يكون مانشيت الجرايد. بعدين بوش انه حاورت رئيس امريكا، انجليزيتي منا كتير عظيمة، هلأ كتير حسنتها من 2005 لهلأ. كان في ثورة الأرز ببيروت، وكان لبنان من أهم أولويات الإدارة الأمريكية، فكان كتير تحدي لقلي. بين بوش والقذافي والحريري مين بتحس الأهم عالمياً حوارتي، والشخصية يلي ليك فخر أنك تحاوريها؟ لا مش هيك، لأنه شهيد اليوم أكيد الرفيق الحريري هو أكثر فخر بحياتي موجود. معمر القذافي بقول لك لا دكتاتور كان، بينما بوش ديسيجن ميكر، محاورة صاحب القرار، مش مثل محاورة المحلل أو شخص تابع لمجموعة ما. هيدا الشخص بياخد قرار وقوي كتير رئيس أمريكا، لأنه صلاحياته كتير مهمة وكبيرة وواسعة، يعني بيغير بوليسي بيغير سياسة، فكان كتير مهم لقلي. وبعد المقابلة عدت حكيت أنا وياه، وعدنا تقريبا أكثر من نص ساعة، يعني ما كان يقوم، صرت أنا بروتوكوليا مش عارفة شو بدي أعمل، عم بفوتوا الأدفايزرز عم بيظهروا، وبعده عم يسألني عن لبنان، عن تفاصيل، عن كان مهتم بالملف اللبناني وبالمنطقة كتير. كان لقلي تحدي اللغة أول شيء، وهيدي لغة الإضاءة يلي كمان عم تغمز لنا مرة تانية من ولعانة بالزمانات، مع كل الأمور يلي هيك غمزنا عليها بالماضي. رح ننتقل لولعانة أسرار، تفضلي بولا. كمان على الهواء قصدك هون؟ من هون؟ لا على هيدا الشيء. أوكي، أنا عم بنقل مع تليفوني لحط لك ياري. بركي حدا دقلي على الهواء. ما تعتلي هم، مرد عليهم على الهواء. إذا ما كانوا عم بيتابعوا هيك بيتابعونا. ولعانة أسرار. لازم جلس، أمي كانت تذكرني بالحلقة. بتجنن. تبعت جلسة. الأوفرول سوبر كلاسي، روعة، الميك أب سوبر سيمبل، شعرات، everything. You're perfect. ميرسي، كلك زو. You're perfect. مكياج شغل اليوم بقى. مكياج بجنن. بدي إلا لندى. ما قدرت ندى اليوم تجي، بس عادة ندى خاتوني بتعمل لي ميك اب وباتشي اند لوتشي شعري وعبد درويش، سو بشكرهم جميعا. بولا اطارات فارغه، اسرار اوقات يمكن ما بنعرفها عن ناس بنحبهم، بنحب نفوت على خصوصيتهم اكيد الى مكان ما يعني والى حد ما. قد ايه بولا يعقوبيان متحفظه خليني اقول عن هالخصوصيه يعني؟ لا ما كثير، تقريبا بحكي كل شيء ما عندي هالقد. لا تقريبا انه انا شخص عام ما بيزعجك؟ ما بيزعجني انه خياراتي بالحياه وقراراتي، وانه بالعكس بحب احكي عنهم، ما عندي مشكله، ما عندي حرج، ما عندي شيء بقول لك انه هيدي هلا بقلع عليها الناس فيه، انه لا بقدر احكي قد ما بينحكى، ما في مشكله. هلا انا حكيت هيدا الموضوع من منطلق انه انت كنت رئيسه عصابه بالحقيقه عندكم. مزبوط. يعني ما فينا نفصح. يعني بخاف ما يطلع عصابه، بس عصابه مهضومه، يطلع سلاح يطلع شغله. لا عصابه اولاد. كنا عصابه عن جد، كنا عصابه، كانت حرب وكنا ما عندنا شيء نتسلى فيه الا مع بعض.
كانت مرحلة حلوة. بس أكثر شيء عملت رئيسة عصابة وقت فترة مرحلة لدرجة الباتان وبلشنا نروح ما بنعرف لوين، أخذتنا بعيد من الباتان على دايفينج على كل الأكستريم سبورتس. دايفينج اللي بعدين، دايفينج بعدين بمرحلة أول مرة مع سهري توني كرم، هو نزلني وبعدين دايفينج. أول مرة أول نزلة. بس بالدايفينج أنا خويفة كثير خويفة. وكيف تخطيتي يعني حاجز ما الخوف؟ هو أكثر شيء غطست لما توفت أمي، لأنه لما تنزل لتحت ما فيك تفكر بشيء، فصرت إنه خوف على زعل على ما بعرف شو أحاسيس كبن بهالميات وانزل. وأكثر من مرة يصير عندي ضيق نفس حتى وخاف. ديفولمون كان بالنسبة لك يعني حسيتي فضيتي قدرتي تطلعي من هالحالة يلي كانت عم تزعجي كانت يعني هلأ عليكي. هلأ بحب أغطس بمحلات كتير حلوة مثل مالديف كذا، ما عاد وقتها كنت عم بغطس عم بنتقم من حالي، كنت عم بغطس مع حنق وغضب وعم بشيلهم، عم شيل ستريس. اكيد انه بشيل ستريس الغطس. واو. اي متى اخر مره كنت بما بعرف مالديف او بكان او كنت بكان مؤخرا؟ مزبوط. اي بس ما غطست هنيك من شي 3 سنين. كنت مع زويا. مع زويا صقر كمان. في زويا الو؟ لا ما في زويا الو، بديك ناخذ زويا الو. زويا كمان كثير كثير قريبه علي وكثير بحبها. زويا عايشه بدبي مثل ما الكل بيعرف، بس بحبها وبحب عائلتها وما بصدق شوفهم، ومنصيف كثير وقت سوا. من وين بتكون زويا بيجي بصيف معهم، بياخذوني باكج بالعائله، باكج ومصير نشوف انا والولاد. انا والولاد على كل حال بولا، يعني هالحب للحياه مش بعيد عنك، لانه يلي كان يشارك بسباقات سيارات وبستوب كار وبهالاخبار بعمر ال 15 سنه، يعني هو هالقد مغامر هالقد بحب قصه ستوب كار. المغامره قصه الستوب كار ما حدا بيصدق اذا بخبرها اليوم، بس بعده التيب موجود بالال بي سي. باب ابو جوده كان عم بيعلق، امي واختي عم بيحضروا تلفزيون بالبيت، عم بيحضروا على ال بي سي ستوب كار اول مره بينعمل بلبنان. انا ما عندي دفتر سواقه، مش بس ما عندي دفتر سواقه، انجأ بسوق بسرق سياره امي وامي بتجن. ترجع بتصفيها محلها مثل ما كانت. ايه هي اختي بلشتها تسرق السياره وانا كفيت بعدين. فقالوا لي في ستوب كار وانه بدهم بنات تنزل اوريجينال. قمت انا اكيد بنزل ستوب كار، ما بتعرف سيارات ما قالوا ازاز طبعا. عملت لفه، عملت وقت كثير منيح، ثاني لفه وقت كثير منيح، ثالث لفه قلبت السياره واجت على ظهرها. وانتم لايف على التيفي؟ نحن لايف على التيفي، بس امي مش عارفه انه انا اللي عم سوق. قالت لها ليكي في وحده ثانيه اسمها بولا يعقوبيان بالبلد، مثل اختك. غريب مثل اسم اختك، بس ما حدا عارف. بعدين بيقربوا الكاميرا علي عم بشيلوني من السياره، هي واقعه. ايه وجنت جنت امي، معقول سبق سيارات بعد ما بتعرف تسوق، بعد ما معها دفتر سواقه. فانزلت بالسبق قبل ما سوق وقبل ما يكون عندي دفتر سواقه وقبل ما يعني شرعيا معقول سوق على الطريق. انا كنت اسرق السياره ابرم بالشارع وارجع. هي بس على كل حال يعني اللي بيمرق بمراحل حياتك بولا كان دائما عندك طوق الى انك تكوني اكبر من عمرك، يعني حتى بعمر ال 17 سنه عم سابق غشيتيهم بالاي سي ان. نبلش نفضح شوي، صحنا في اس ام اسات منيح. عمر 17 سنه كنت عم بعمل زياره لاحد الاشخاص وقالوا لي بتعملي سكرين تيست. انا بعدني بالمدرسه، كنت اخر سنه وبعدني عم فكر انه بعمل نوتريشن، درجه كانت كثير التغذيه شو بعمل. قمت قلت هات لنجرب. فلما قعدت هيك قدام الكاميرا عجبتني القصه، قلت لهم شو بدكم؟ قال مذيعه اخبار. هون ضربت على راسي، لانه انا حتى بالمدرسه كان عندي مشكله لغه عربيه، يعني ما كنت كثير شاطره، همزه وين ما وقعت بالكلمه علقه، عرفت كيف؟ انه بالهواء خلص مهم. اي ايه انه خلص هلا قواعد وصرف ونحو كثير. تخيل انه هالقد مهمله بقصه اللغه بده المذيعات اخبار. قريت اخذوني كرمال صوتي، قريت خبر محرك بس دغري. انا وقت قالوا مذيعات اخبار قلت لهم بولا يعقوبيان 21 سنه دارسه علوم سياسيه. انا بالمدرسه عمري 17 بعد ما دارسه شيء. هلا رجعت فتت عملت علوم سياسيه وقريت اخبار ودرست عند استاذ عمر الزين، قعدت عنده يعني يطقط عنده مدري قد ايه لحد ما تعلمت مزبوط اللغه. اول فتره لما طلعوني على الهواء كانت زينب الجاني تحرك لي كل النشره تقريبا، يعني تترك شيء حرف مش محرك اجي انا هذا شو بعمل فيه حركيه. باي كيف مرحله يعني؟ باي مرحله بولا يعني استوعبتي انه المذيع بصير هو الخبر، بصير فيها الانصهار
يعني هالاقتناع كمان في اوقات اخبار بنقريها بنحس انه ما في علاقه بيننا وبينها او ما في وي دونت ريليت مع الشيء اللي عم نقراه. انا كان عندي مشكله اول فتره كنت كثير كثير ستريسي لاني كثير خايفه، بعدين لما قالوا لي منيحه صوتك منيح قراءتك جيده ارتحت. صرت عم بقرا مرتاحه اكثر. شو صار يصير معي؟ يصير معي فورير. يعني مره بتذكر في فاره بالاستوديو ولحقها كاميرامان بالجريده وانا عم بقرا الخبر، صار معي فورير. الناس مش عارفه اللي عم بضحك، بس انه مره هيدي المأساة. في مترو الانفاق بطوكيو ميت 1500 شخص بغاز السارين، ما بعرف اذا بتتذكر، مش حتتذكر انت اصغر مني منيح. ما بتذكر صار في ولادي عمري او لا؟ صار في ولادي عمري او لا؟ بدك تقولي قولي. 41 41 متى صاروا؟ باربع نيسان. انا مواليد 76. مهم بمترو الانفاق انا بدي اقرا الخبر. قبلي في خبر عن كمبوديا الخمير الحمر، بتقوم كمان مذيعة مبتدئة مثلي تقريها الحمير الحمر. هلا أنا بعرف إنه خمير الحمر هي عادي عم تقريها، عم تقرأ خبر. كمان كانت كتير ستريسي تنحكي المظبوط، قريتها هيك وجيت أنا بدي أقرأ 1500 قتيل، عم بقريها ولحموت من الضحك، عم بتخيل إنه كيف خمير الحمر صاروا حمير حمر. مهم إنه وقتها تاني نهار بعتقد أكلت شي إنذار 1500 قتيل وغشيني ضحك. أنا مش بإيدي، يعني شو بدي أعمل؟ واحد في الطبيعة الإنسانية. على كل حال أنت معروفة بهذا الموضوع، كانوا يعيطولك باسم مضاد حشرات بمكان ما. كمان هي مخبرتكم طبعا يعني. مخبريننا كل شيء. فولا رح نحكي اسرار تانية ورح نحكي تفاصيل تانية ونحاول نعبي هالاطارات الفارغه يلي ما بنعرفهم عن فولا. بريك وبنرجع بنتابع سهره عمر. مشاهدينا انتم ضلكم بعتوا اس ام اس سين عين او اس او على 10 13، الرجال عم يتصل فيكم وبتخيل اعطيناكم هند صار عندكم الجواب بختام الحلقه. ليره ذهب من نصيبكم، راجعين خليكم معنا. نرجع لنتابع سهرتنا، سهرة تاسعة من سهرة عمر بليالي رمضان عبر تلفزيون لبنان مع نجمتنا لليلة وحبيبة قلبنا بولا يا أوبيان. أهلا وسهلا فيك بولا. فزتي بكارتينج نجوم يلي السنة الماضية تم تنظيمه من قبل أعياد بيروت الثقافية، خلينا نقول هالمهرجان يلي كان تحدي. طلعت الأولى. كان تحدي، ما نحن صرنا نتسأل على بعض أكيد. مش هالقصد قلت له كل الليل حضر حالك مدرب كذا، هي كانت مفاجاه لي صراحه، كانت مفاجاه بس انه انا بحب التحدي. عم نشوفها بالكارتينج سوبر براود سوبر هابي سيئه ادرينالين سرعه هضامه. لا كثير كان مهضوم كثير كان مهضوم، بس نزلت يعني كمان عرفت ستريسين مشان نجيك انت من هلا. انا بحب السواقه وبحب السيارات وبحب السرعه وهيك، بس كارتينج ماني سيئه كثير يعني سيئه كم مره، فانا راح عم بلعب ماني متوقعه. هلا عملت جهدي بقول لك انه مشلت اجري على البنزين بس ماني متوقعه ابدا اني كنت اربح. قد ايه المشاركه بهيك نشاطات هيك هيك راحت معي ضحك قد ما هيك الواحد بيرفع عن حاله. طلعت فيهم يعني. هيك لما نزلت قد ايه مستويكم مرت لاربح صار يضحكوا. اكثر شيء ميشيل ازن قهر اجى قال لي ميشيل ازن بغني مش اثنيناتهم لانه كانوا مشاركين مش ميشيل ازن مقدم اثنيناتهم قاعد يعمل لي حسابات بين وزنه ووزني انه في شو اسمه وزكت له ليش بعد طلعت انت نمبر 1 بولا. عندك بعرف ما عندك هذا الهيجس يعني نمبر 1 انت بمكان ما بتشتغلي لحتى تكوني متميزه ما بتشبهي غيرك يعني او لا يعني انت باي اطار بتشتغلي؟ في ناس بتشتغل لتكون نمبر 1، في ناس بتشتغل لحتى تبين حالها. شو يعني نمبر 1؟ ما بعرف. وكيف انت بيكون وليلي. واحد نمبر 1 وبشو بدي يكون نمبر 1 بالصحافه مثلا؟ اليوم في ريتنج كمان هذا هالك العالم كله، انا الريتنج تبعي اعلى وانا نمبر 1 وانت الاخير وانت الاقوى فيك تعمل ريتنج اليوم بانك تنزل المستوى لحد الاسفاف وبيحضروا اكثر، قلناها هي بالاول، فما بعتقد هذا المعيار انه تعمل غرايب عجايب، الناس بدها تشوف. بقى بالمعايير اللي انا حطيتها لحالي انا اليوم ماني راضيه عن حالي يعني انا ماني راضيه عن ماني راضيه عن الوضع اللي نحن فيه يعني في تغيير ضروري يصير. هيدا رايي بقصه التوك شو بلبنان والسياسه خاصه،
فمشان هيك قلت لك اليوم اذا بدك تحط لي ريتنج بهيدي المجال انا ما بحط ريتنج منيح لنفسي. مانك بحاجه للشركات يلي بتوضع هذا الريتنج. صحيح. وعلى كل حال واحد هو بيثبت حاله بعمله مثل ما عم بتقولي. بولا انا وياك للفقره الاخيره من الاسرار من ولعاني اسرار لولعاني مع الصحافه. تفضلي. يلا. لوين بعد بدنا نروح؟ يلا بعد بدنا نقول لها فيك تفضلي معي من هون. بعد في قعده. ايه بعد في قعده اخيره اكيد. انا بدي اكتب خطي. انا قاعده وانت واقف. هيدي ولعانة مع الصحافة الفقرة الأخيرة ومن خلالها بناخذ اتصال مع أحد الصحفيين بيطرح سؤالين أو ثلاثة عليك رح نكتشف مين الصحفي اللي رح نتصل فيه وكمان بختام الحلقة نكشف عن السر يلي كمان فضحناه من شوي رح نفوت على بريك أخير بحلقتنا ونرجع ناخذ الاتصال مع صحافة مع ضيفة هذه الحلقة بولا يعقوبيان خليكن معنا سهرة عمر بالقسم الأخير بنرجع مشاهدينا نحن وياكم وبولا يا أوبيان لحتى نختم هاي الحلقة بالفقرة الأخيرة والآن مع الصحافة بناخذ اتصال ورح ناخذ اتصال من شخص بعرف إنه عزيز على قلبك وعزيز على قلبي كمان وعلى الجسم الإعلامي كله خليني أقول قد ما هي أكتف وقد ما مهضومة وقد ما ذكية بتعاطيها مع الأمور لا ما في كتير يعني حبيبتي بدي أقول مساء الخير لصحفية ورئيسة التحرير موقع بصراحة ما حدا غيرها بيحكي بصراحة باتريسيا هاشم مساء الخير رمضان كريم مساء الخير مساء الخير هاي باتريسيا مساء الخير بول عن جد سهرة عمر معكم أول شيء شادي يعطيك ألف عافية شكرا عم تعمل عم تسلينا كل ليلة شكرا لك بدي أقول لبولا صديقتي إذا بتسمح لي أقول إنه أدعي صداقتها بتقول إنها منورة الليلة وهي دايما إضافة لكل برنامج بتكون فيه صراحة ثانك يو تسلمي باتريسيا أهلا وسهلا فيك وكمان شكرا على كل يلي عم تعمليه للبرنامج من نشر أخبار وكل شيء من القلب من كل طاقم العمل عن جد شكرا لكم أنتوا يعطيكم ألف عافية أنتوا عم تعملوا شيء حلو يعني من رحم يعني معاناة بتلفزيون لبنان كلنا بنعرف بقى يعطيكم ألف عافية عن جد شكرا بس خليني أقول إنه باتريسيا من الصحفيات اللي بيساعدوا المحبين اللي بتطلب منه شيء ما بيعرف كيف صحيح. بده يعني عن جد عندها هيدي النخوه عندها هيدا التصرف هيدا الروح الحلو. يلي دائما ريدي تو هيلب باتريسيا تفضلي اول سؤال بتطرحيه على بولا يعقوبيان بولا بس احنا هلا بالاسئله ما حنكون اصدقاء ما قلت بلشت الله يسترنا من اسئلتك ما سمعتيني سمعت بس انا عم بتبقي الامور تما تكوني مهضومه فيي بس انا عم بعمل محامي الشيطان اعملي اللي بدك مع انه اسئلتي مهضومه ولذيذه هيك خفيفه بس انا كثير عبالي اعرف ردك عليها بالتحديد رح بلش بالشق انساني اذا بتسمحي لي مع انه انا دائما بحيي حالي بمجلتي وبموقعي عنه ليش الامور الشخصيه والخاصه بس في سؤال يعني هيك من مرأة لمرأة عبالي اسالك باستضافتي لك ببرنامجي بصراحه كنت اول مره بتعلني عن انفصالك وطلاقك عن زوجك وقلتي بوقتها انه السبب هو انه بطل في حب بهالبساطه قلتيها هل عم بتقول اليوم انه كل ما خف الشغف بين مره وزوجها لازم تطلب الطلاق وهل صحيح بولا انه لا تجرؤ اي امراه انه تتخلى عن حب قديم الا ما تكون مامنه بديل جديد لا بدي اقول لك بالعكس انا بلاقي انه لازم يجربوا يشتغلوا على بعض ويكملوا بتطلع بكابلز بيكونوا بعمر معين قطعوا بكثير صعوبات بس لما صاروا مع بعض هن سند لبعض اكيد ما بقول انه كل وحده تطلب الطلاق بس احيانا باتريسيا بيوصلوا لاثنين لقناعه انه الانفصال افضل من البقاء ونحن هيك صار واخذت فتره كثير طويله وتمحيص الناس ما كانت عارفه يمكن نحن مش فجاه طلقنا نحن أخذنا سنين من النقاشات والحديث ويعني بقول لك طلاقي أخذ تقريباً 10 سنين مش فجأة فمشان هيك بقول لك إنه اللي حاسس إنه أفضل هو حياته يستمر فيها أنا بعتقد في عنا مرة واحدة منعيش على القليلة هيدا المضمون اللي منعرفه لازم الواحد يعيش بطريقة ينبش على سعادته ويقدر يكون مبسوط
نعم نعم. تفضلي باتريسيا، السؤال الثاني. بولا، بحس انه بيستهويكي كل شيء له علاقه بالفن والنجوم. يمكن انت من اكثر الاعلاميات اللي بيشتغلوا بالسياسه يلي بطلوا ببرامج فنيه منوعه وبمهرجانات بتكريمات فنيه. مؤخرا استضفت كمان فنانين ببرنامجك يلي هو اصلا ذو طابع سياسي واجتماعي، اذا فيني اقول. هل هالشيء لاستقطاب جمهور اضافي مختلف وجديد؟ هيدا ناحيه من النواحي، والناحيه الثانيه انه انا شخص عنده اجنده. لما حدا بيفتح لي مجال اني اطلع احكي وقول رايي اللي يمكن سمعتيه باول حلقه وانت بتعرفيه وسمعتيه وتناقشين انا وياكي حوله، نعم. انا بعتبر هيدا واجب علي انه قناعاتي اقولهم، لانه بعرف اليوم الشعبويه البوبوليزم مش بس بلبنان، بكل العالم هو الطاغي. كل واحد بيحكي شو بدها الناس تسمع. المينستريم بنجي بناكد لها على افكارها بدل ما نقول لهم فكروا خارج العلبه، فكروا خارج الاطار. فانا بحس انه هيدا جزء من الاجنده تبعي، فلا بلبي دعوات وبعرف انه مني ملكه الاثاره ومني صوت. انا صحفيه، اذا عندي هيدا المقدار من الاطلالات بيكون شيء جيد واضافه لإلي، ما بحسه انتقاص. انا اللي بيقعدوا بنقوا اضافه لنا كمان فولا، ثانكيو. بس اللي بيقعدوا بيختاروا مثلا بيتكبروا على هالمحطه او بسال بعض الاسئله، بس ما بعمل انه انا يا لطيف جاي مدري شو حيصير. بيضحكوني صراحه باتريسيا، انا شايفه حالي حجمي. بس بيلبق لك تشوفي حالك لنتفق فولا، احسن لك تشوفي حالك وبتعرفي مكانه حالك وقيمتك بالضبط. لا، صارت شوفت الحال، وانا اكيد انت عم تعاني منها، صارت بتلاعن النفس بالبلد. كل واحد شوي اثنين بيعرفوه، ما فيك تقولي له مرحبا، ما فيك تهديه. للاسف صحيح. موافقه. خلي لي اجري على الارض، هي انا كمان متناقشين سوا فيها. ودائما اصلا بولا معروفه انه اجري على الارض اساسا. يعني هي من اكثر الناس اللي اجري على الارض. السؤال الثالث تفضلي. والسؤال يلي يمكن تبطل تحبني من بعده، بس انا هيك كمان اليوم عم بعمل محامي الشيطان مثل ما قلت ببدايه الحلقه. انت اعلاميه تتهم انها بتحب الاستعراض، دائما عندك اعتراض بتطرف احيانا على كثير امور مثيره للجدل يعني بمجتمعنا، مواقفك غير عن الكل وبتمشي عكس تيار الكل. هل اعتمادك على الشغب الاعلامي اذا صح التعبير بولا هو لجذب مزيد من الضوء؟ لا، بدفع ثمنه هيدا كثير باتريسيا، بتدفعي ثمنه كثير غالي. يعني انت بتعرفي انه اليوم ما في فريق سياسي الا ما اشتبكت معه انا على تويتر، هيدا حقه كثير غالي. تقطعي بالمطار بتدفعي ثمن، بيكون عندك شغله بالدوله بتدفعي ثمن، الناس بيفكروك انه عندك وصايه وقت اللي انت عندك عصي بالدواليب احيانا. نعم. فلا بالعكس، هيدي شغله بفتخر بحالي اني بقول رايي الحر مثل ما هو، وبقدر ابرم وجهي واقول مين له معي، مين له شيء معي يخبرني. هيدي من اكثر القصص اللي انا فخوره فيها بنفسي، انه رايي حر. وصدقيني باتريسيا، بتمنى تصدقيني انه بدفع حقه شو ما كان، وما بعرف كذب على الناس. اسهل شيء اليوم تعملي حالك قدس الاقداس وتمشي مع جماهيرك وتحييهم وبرافو وعظيم وكذا. لا، انا بنتقد الحزب اللي هو الحزب الاقوى ارمنيا، بلاقي واجبي انا اجي اقول بتستحقوا افضل. انت عدت كمان وزير السياحه الارمني كمان على مواقفه، لانه بدي اقول لك شغله، انا ما انتقدته له هو، انا انتقدت فكره نقول عنا بلد صحيح. قبل لبنان مش مسموح ولا مقبول ولا حقيقي. بتعرفي لو حقيقي الموقف بقول لك بفهم، لا منه حقيقي الموقف. ليش؟ نحن بنعرف ارضنا وين او كيف، او نعرف صوره مخبريننا عنا. انا بيي مخبرني بس ما بعرف شيء من هوني. انا هلا حطيني بزيتون، لو بدي اتوج ارجع على عرش جدي بقول لك لا بدي ابقى هون ببيروت، وين بدك تاخذيني؟ شو بدي اعمل هونيك؟ انسان ابن بيئته، ابن ارضه، هيدا مش وطنيه، هيدا شيء طبيعي. يعني بولا بامريكا وما كانت مبسوطه. لا. بس بولا حتى انت يعني دعمك جهرت كثير اعلاميا كمان بدعمك للمثليين، كمان موضوع مثير للجدل. كنت ماشي بعكس التيار وعكس كل الناس. ابدا باتريسيا، اي تيار بعد؟ هول اشخاص موجودين لهم نفس الحقوق. لا، شرعة حقوق الرأي. بس انت بتعرف انه المجتمع مقسوم بين داعم وغير داعم. انا بدي اقول رايي بصراحه، بعرف الاكثريه ضد، الأكثرية بيرجعوا إلى الموروثات وإلى. أنا عم بحكي رأيي ضد الأكثرية، بس هيدا رأيي مش حخبيه ولا رح أحمل تينول وإمشي قل لهم برافو معكم حق. هؤلاء موجودين، عم نصعب لهم حياتهم. صار في تهديدات بالموضوع، عم نصعب لهم حياتهم. واجب كل شخص بيأمن إنه نقلهم حق مثل أي شخص تاني بيعتبر حاله إنه هو ستريت. مين قرر إنه ستريت؟
يمكن بيرفرت، يمكن منحرف، يمكن بدقوا أولاد صغار. هول الأشخاص صحيح. الراشدين اللي عندهم خيارات جنسية غير خياراتي وخياراتك، أنا شغلتي احترمهم، اتصرف معهم على كفاءتهم بالشغل، مش عاقبهم على خياراتهم. أنا هيدا اللي عم بقوله، ما عم بقول اليوم نعمل غير شيء أو روحوا شجعوا أولاد، شو هالحكي هيدا؟ كل واحد بخياراته بعد سن الرشد هو حر، نحن شغلتنا نتعامل معه كإنسان كمواطن صالح. وشوفوا وين العالم أصلاً، بعد في حدا بيحكي هالحكي دي، عم يفتحوا وشوفوا الدنيا وين صحيح صارت. صحيح باتريسيا، خليني قبل ما الشهادة تقول شو ما كانت، بدي حيي جرأتها. هيدي المرأة ممتلئة فكر أكيد. أنا دائما بحترمها، يعني أنحني قدام حكمتها ورصانتها ورزانتها فظيعة. أنا دائما متأثرة ببولا يعوبيان إيجابا طبعا كتير. ولا تقل جرأة وصراحة عن يلي أنت بتتمتعي فيه باتريسيا كمان حبيبتي. شكرا لهذه المداخلة المحببة، شكرا لك رئيسة موقع بصراحة باتريسيا هاشم، ورمضان كريم، شكرا لك. شكرا باتريسيا، هيدا كانت والعانم على الصحافة وباتريسيا. شو انبسطت انه سألتني اخر شيء عن الـ LGBT rights. انا شغلي بالبنك الدولي اني اتعاطى بالـ diversity and inclusion، التنوع والانصهار. تنوع هو عرقي، ديني، خيارات جنسية، شكل، ميول بحياتك، امرأة، رجل، هيدا هو التنوع. طالما انسان صالح هيدا بغض هو النظر. التنوع والانصهار. بولا ضيفة محببة جدا وحلقة أكثر من روعة. رح ناخذ اتصال، بما أنه فضحنا قبل أنه بدأت بعمر 17 سنة، بعمر 17 بعد سنة بعد المدرسة دغري. هيدي مرحلة الاي سي ان لما سواديزون كذبت عليهم ودعيت أنه عمرك أكبر وعاملة بوليتيكال ساينس وأنت ما كنت. بعدين نطرت أستاذ أنري سفير باجتماع قال لي أنت أرمانية بس تقري منيح. ساعتها اخذت فرصه لجيت قلت له انه انا ما عمري 21 وانا هيك هيك وضعي، عم بيطلبوا مني ورائي. قال لي ايه، ما علي، خلص يلا روح. خلصت. وقال لك انت رجعت رحت، ما بعرف شو عملت. بولا رح اطلب منك تكت بهيك كلمه ذكرى صغيره للبرنامج. ضيفه فعلا محببه، المشاهدين صاروا يعرفوا انه بنفصح عنا على تويتر، ما بنفرج تفاصيل شو عم يكتب الضيف على الهواء، نفصح عن شو عم تكتب بولا على تويتر. فإذا الجواب كان أنه بدأت بولا العمل بس 17 سنة، أكيد شخص واحد رح يربح ليرة ذهب مثل ما صرتوا تعرفوا مثل كل ليلة، ورح نكتشف مين الليلة ربح. مساء الخير، مساء النور، رمضان كريم، مين معي؟ أهلا عليكم، ندى سليماني. أهلا وسهلا، يعني حدا ساعدك بالجواب أو تبعتينا بالحلقة اكتشفتي لما بولا أفصحت عن الجواب؟ لا اكيد تبعتكم. خي اهلا وسهلا فيك، شكرا. اهلا وسهلا فيك والف مبروك ليره ذهب، وان شاء الله يا رب رمضان كريم وشهر كله خير بيستمر 365 نهار. شكرا لك بولا يعقوبيان، انا بدي ارجع جدد شكر لوجودك معنا بهيدي الحلقه. احلى تحيه لشادي، عم بكتبها لشادي، والى مزيد من مش التالق، شو بدي اقول لك، عم بستع الابداع. رح نكتشف على كل حال التفاصيل على تويتر. المرتب، شكرا، دخيلك ما تروح بهالموجه ابدا، الفضايح والاخبار. هيدا شهاده منك. هيدا هي الاعلاميه بولا يعقوبيان اللي دائما عودتنا على الرقي بحديثها، بحضورها، على المواقف الصريحه، وما بتخاف من شيء الا من ربها. بولا يعقوبيان شكرا لك. مشاهدينا انا برجع بلتقى فيكم بسهره بكره، ضيفتي هي الفنانه سوبرانو تانيا أسيس. كل سهره عمر وانتم بالف خير، الى اللقاء. تحيه لتانيا، بتجنن. ليك قد اليوم لوكات